مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصلة. كلنا شايفين وملاحظين على مدار الأسبوع الماضي وخاصة بالأمس هناك مباركات كثيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل بيبارك لأصدقائه من الأقباط ومن المسيحيين، الكل بيبارك من قلب، كله بيهني، حتى اللي مش على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولي جار مسيحي بيتصل بيه وبيهني. وشفنا يمكن نماذج كثيرة جدا على مدار الفترات السابقة، وكانت ليها في صور كثيرة جدا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلمين بينزلوا يشتروا مثلا السعف لصديقتها المسيحية وبتشاركها فرحتها، زي ما احنا برضو بنشوف في أعياد المسلمين دايما المسيحيين بيشاركونا فرحتنا. إذن المصريين كلهم في هذه الأيام أعياد المسيحيين بيكونوا نسيج واحد، وبنشوفها قد إيه باينة بشكل كبير، ويمكن ده بينسف أي مخططات خارجية أو حتى داخلية إن هي تأثر في هذا النسيج الوطني اللي احنا دايما بنعول عليه كثيرا في تماسك هذا الوطن، وبنشوفه في المحن وفي الافراح كمان وفي المناسبات والاعياد. واحنا هذه الايام بنحتفل بالكثير من الاعياد لاخواتنا المسيحيين، وطبعا كل عام وهم بخير بمناسبه عيد القيامه المجيد. والنهارده احنا نتكلم مع حضراتكم عن استغلال هذه المناسبات للتاكيد على التوحد والتلاحم ما بين نسيج الامه ما بين مسلميها ومسيحيها. وده هيكون سؤال حلقة النهاردة من همزة وصل، هو كيف يظهر المصريون خلال احتفالهم بالأعياد مدى الترابط والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد؟ هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب، وأيضا على الانستجرام على همزة وصل إي جي. مشاهدينا هنروح دلوقتي نشوف تقرير حول موضوع حلقة النهاردة ونرجع مع حضراتكم سريعا للنقاش. ارتبط الشعب المصري منذ فجر التاريخ باحتفالات وأعياد قدمها قدم نهر النيل، ما جعله من أكثر الشعوب ترابطا بعنصريه من مسلمين ومسيحيين. ويعد المصريون من أكثر الأمم احتفالا بالأعياد والمناسبات، حيث يحتفلون بنحو 33 عيدا على مدار العام، أبرزها الأعياد الدينية وعلى رأسها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة وغيرها من الأعياد التي تمثل إحدى صور التلاحم والترابط بين المصريين كافة. مظاهر احتفال المصريين بالأعياد بدأت منذ عصر الفراعنة، وهو ما أكدته البرديات والنقوشات على جدران المعابد، والتي تعكس اهتمام المصريين منذ القدم بمظاهر العيد من أطعمة وملابس جديدة. وتتجلى احتفالات المصريين بالأعياد في توجههم إلى المتنزهات والحدائق والميادين العامة، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع بأجواء العيد. ويعد عيد شم النسيم واحدا من أهم الأعياد التي ينتظرها المصريون كل عام، فرصة للتنزه والخروج للحدائق والتنزه في المراكب النيلية، حيث يتزايد الإقبال على المتنزهات والحدائق العامة ودور السينما والمقاهي. فالمصريون يثبتون يوما بعد يوم أنه لا صوت يعلو فوق صوت البهجة، فهم ينتصرون للحياة، يمارسون حياتهم ويحتفلون بالأعياد في أجواء تختلط فيها روحانية العبادة بفرحة وبهجة الأعياد. من أهم النقاط اللي ذكرها هذا التقرير هو أن مصر بيكون فيها على مدار السنة 33 عيد بيتم الاحتفال بيهم، وأكاد أجزم أن أي حد من خارج مصر يقدر لما ينزل يشوف مظاهر الاحتفال يقدر يقول العيد ده عيد مسلمين ولا عيد مسيحيين. ودي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، أن احنا بنحتفل المسيحيين، مسيحي ومسلم بيحتفل في عيد المسيحيين ومسيحي ومسلم بيحتفل في عيد المسلمين، ودي الحاجة الترابط اللي ممكن ما نلاقيهوش في أي دولة تانية. هنشوف طبعا آراء حضراتكم اللي بتجيلنا دايما على صفحة البرنامج واللي هتستعرضها لنا الزميلة إيمان الشيخ. مساء الخير إيمان. مساء النور ميرفت. كما تعودنا من مشاهدينا بالفعل مجموعة من التعليقات جاءت تعليق على موضوع الحلقة اليوم، أبدأ به أيمن الأنصاري صديق همزة وصل، يقول كل عام والأخوة الأقباط بخير، ودائما يظهر المصريين خلال احتفالهم بالأعياد بمختلف الأديان يظهرون مدى الترابط والتلاحم بين نسيج الوطن، فإنه منذ قديم الأزل والمسلمون والأقباط يشاركون في التهنئة لبعضهم البعض ولا يسمحون
لأي متطفل قاصد للفتنة الطائفية من أي جهة أو منظمة أو مؤسسة أو دولة حتى بأن يفرق بين أبناء الوطن الواحد، لأن مصر فوق الجميع بشعبها وجيل من بعد جيل. دائما نقول تحيا مصر. أنتقل إلى تعليق آخر من مصطفى الشفعي، يقول عن طريق المشاركة وإعداد برامج مشتركة يتم تسليط الضوء عليها بواسطة الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، ويقوم بالإشراف عليها شخصيات من رجال الدولة ورجال الدين وشخصيات عامة. تلك البرامج التي تضم على سبيل المثال إجازات مشتركة وزيارات واحتفالات وأناشيد موحدة وخطابات تحث على الترابط بين أبناء البلد الواحد من أجل الحفاظ على الوطن الذي نحبه جميعا. انتقل إلى تعليق آخر من قبيسي القاضي، صديق همزة وصل، يقول الإسلام أمر بحسن الجوار وألزم المسلم بحق الجار، وأيضا أمر بالتعايش السلمي في المجتمع مع كل الأديان السماوية والمعتقدات، والإسلام أيضا ألزم المسلمين بحرية العبادة لغير المسلم، والتاريخ لم يذكر أبدا أن الإسلام هدم كنيسة أو قتل راهب أو قسيس. الإسلام وضع الإيمان بروح القدس كشرط للإسلام، وكذلك العادات والتقاليد التي والأعراف التي نتوارثها ورثها جيل بعد جيل دائما تحث على المحبة والإخاء. محمد الشريف أيضا أنتقل إليه، هو يقول شعب مصر نسيج واحد وقلب واحد ودم واحد، لا يمكن ومن المستحيل تفرقتهم مهما حدث من فتن. الأعياد تعمق روح المحبة والتآلف بين النسيج الوطني لمصر، كما أن العلاقات الطيبة ما بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا التعايش المشترك بين المصريين، وذلك بفضل جهود المخلصين من الجانبين. مشاهدينا، كانت هذه أول مجموعة من التعليقات والأراء. أنتقل الآن إلى زميلة ميرفت المليكي في استوديو تحليل همزة وصل، مزيد من تسليط الضوء والتحليل لموضوع الحلقة معك ميرفت من خلال الاتصالات الهاتفية. شكرا لك إيمان، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي أكدت على نفس كلامنا أن النسيج المصري هو نسيج واحد، ولا يمكن أن احنا نشوف في عيد من الأعياد أي تفرقة أو اختلاف ما بين المصريين سواء مسلم أو مسيحي. طيب خلونا نناقش مع حضراتكم مع ضيوف اللي هيكون معايا عبر الهاتف. هيكون معايا الدكتور جابر طايا، وكيل أول وزارة الأوقاف، وأيضا القمص سيرجيوس وهو وكيل عام البطرقية الأرثوذكسية. واسمحوا لي أبدأ بالدكتور جابر طايا. دكتور جابر، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. المستمعين، اهلا بيك يا فندم. يعني يمكن يعني في حاله من الفرحه على كل المصريين، على الرغم ان احنا بنمر باعياد خاصه باخواتنا المسيحيين في مصر، ولكن الفرحه حضرتك ما تقدرش تفرقها ما بين مسلم ومسيحي. الحقيقه اليوم شهدت كاتدرائيه العباسيه وجميع كنائس مصر من اسوان الى الاسكندريه زحف من قيادات الأزهر والإفتاء والأوقاف ومن يعاونوهم. الجميع ذهبوا إلى الكاتدرائية في العباسية من أجل تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم، ونحن نعتبر عيد الأقباط هو عيد للمصريين جميعا في جميع ربوع المعمورة، ولذلك هذا ردا على جميع من يريدون أن يفت في عضد هذا المجتمع المصري أو يشرجموه أو يقسموه أو يجعلوا الخلافات على أساس طائفي أو عرقي أو ديني. الحقيقة تجربة رائدة تقوم بها مصر، وهي مؤصلة ومعمقة في مكون الشعب المصري وهي الوحدة الوطنية. لقد سبقنا الكثير من الدول، ولذلك بعض الدول لديها طوائف وفرق إسلامية، هي إسلامية من الطراز الأول، ولكنها لا تستطيع التعايش بينها وبين بعضها البعض. شفناها ومتناحرة في دول كثيرة جدا. نعم، متناحرة على أساس فكري أو على أساس فرق. لكن هنا في مصر الحقيقة، ولذلك بعض الناس تأتي إلى مصر لتأخذ هذه التجربة الرائدة لكي تعمقها في الدول العربية المجاورة التي بينها وبين فيها طوائف يعني ليس طوائف ولكن فرق مذهبية أو فرق فكرية تتناحر بعضها البعض. نعم. رغم أن دينها واحد، ولكن هنا حتى ولو اختلفت الأديان نجد المسلمين والأقباط يعيشون في موائمة وفي أمن وأمان وسلام واطمئنان. ليست هناك تعصبات ولا
حزبيات، ولم نعرف هذه التعصبات إلا في أوائل السبعينيات ونشطت في أوائل الثمانينات ثم بدأت تختفي وتتحول إلى العنف المسلح بعد بداية من التسعينيات، وهذا الحقيقة ما قضينا عليه في الكلية. وأصبحت يعني الآن مصر آمنة مطمئنة طبعا. وطبعا يعني أنا عايزة أعرف ردة فعل أو تأثير زيارة كل أئمة الإسلام وأقباط الإسلام في مصر للكاتدرائية النهاردة، وعايزة أعرف ده من نيافة القمص سيرجيوس سيرجيوس وهو وكيل عام للبطرقية الأرثوذكسية، يعني كيف تلقيت نفسيا هذه الزيارة الهامة اللي قام بها شيخ الأزهر وأيضا وزير الأوقاف و ومفتي الجمهورية أيضا لتهنئة البابا توادروس بعيد القيامة المجيد؟ أنا بضيف كمان كان في مجموعة من الشيوخ برضو من الأزهر ومن الأوقاف، نعم، وكان في شباب برضو موجودين وفتيات كانوا موجودين، كان يعني وفد كامل. أنا بقول دي ملحمة ورسالة لكل العالم عن مصر. صح. صحيح. هي دي مصر، مصر مش هقول وحدة وطنية وكده، لا، مصر ملحمة الوحدة، مش هقول ده ولا ده. لكن الحقيقة امبارح بالليل كانت المشاركة غير عادية، وكانت كل الدنيا فرحانة زي ما فضيلة الشيخ بيتكلم، والنهاردة الحقيقة كان لقاء غير عادي بين فضيلة الإمام وقداسة البابا ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، والكلمات اللي اتقالت تعبر عن الشخصية المصرية الأصيلة فعلا. صحيح. طب تأثير هذه تبادل هذه الزيارات للطرفين أمام النشأ، يعني إحنا دائما بنتكلم عن الجيل، يمكن إحنا الجيل اللي بالفعل تربى على هذا التواصل ما بين المسلمين والمسيحيين في أعيادهم، بنتكلم بقى عن النشأ الجديد اللي يمكن شاف اضطرابات شوية في بعض الأوقات ويمكن هناك بعض الأفكار المتطرفة ممكن تكون وصلت له، أهمية هذه الزيارات وتأثيرها على النشأ. أكيد طبعا، لما تلاقي إن رئيس الكنيسة وشيخ الأزهر الاثنين مع بعض، الناس هتشوف المنظر ده أو تشوف الحاجات دي كلها في وسائل الإعلام يبقى في تأثير. إحنا أنا النهاردة وأنا قاعد في موجود في الكاتدرائية لما كان موجود فضيلة الإمام، قعدت أتذكر مصر من 50 سنة كانت إيه. كان العيد ده كل إخواتنا بيجوا لازم يجوا يقضوا معنا، يغدوا معانا او يتعشوا معانا، واحنا في عيد الفصح او في عيد الضحيه كنا بنروح برضو عندهم ولازم نتعشى هناك ونقعد معاهم على طبليه واحده هم الاثنين يعني. صحيح. فطبعا يعني دي مصر، وده اللي هتبقى في مصر ان شاء الله مع جهود المخلصين والمحبين للبلد. زي ما قال كده، احنا عايزين نحط مصر اول حاجه قبل الجامع وقبل الكنيسة. طب هل بيتم شرح للنشأ الجديد؟ يمكن أنا بركز أكتر على النشأ الجديد. هل بيتم الشرح في الكنائس على أهمية إزاي التعامل مع الكنائس والجوامع؟ لكن أنا عايز أقول فضل. أكتر منطقة تأثر أو أكتر حاجة تأثير للولاد هي في المدارس والحضانات، وخاصة الطفل هو لسه مرعم صغير كده داخل المدرسة. وأهم عايز أقول أكد أهم شخصية مفروض يبقى أفضل مدرس مدرس ابتدائي، لأن هو ده اللي يعني بينمي الشخصية السوية، الشخصية المعتدلة، الشخصية اللي فيها الحب والتسامح اللي مفروض نربيه في أولادنا والأجيال اللي جاية، عشان الظروف اللي كانت موجودة دي تنتهي، وإن شاء الله تنتهي يا رب ان شاء الله. بس استاذ حضرتك تبقى معي وهروح للدكتور جابر طايا مره تانية. دكتور جابر، يعني اهميه توعيه دور المدرسه، يمكن نيافه القمص اشار ليها ان فكره ان يتم توعيه الاجيال منذ النشء في المدارس الابتدائي باهميه تقبل الاخر والتعامل مع الاخر وحريه العقيده وما الى ذلك، هل بالفعل بيتم التاكيد على هذه النقطه مع وزاره التربيه والتعليم وايضا من خلال الازهر الشريف؟ نعم، الحقيقة ما شاهدناه في الكاتدرائية اليوم من الزهروات والفتيات الصغيرات وبراعم كما قال نيافة القمص بذلك، وجدناهم جميعا على كافة أطيافهم وأعمارهم ونقبهم يستقبلون استقبال حافل وحار
الحقيقة ما وجدنا أجسادا تستقبلنا، ولكن وجدنا أرواحا ترفرف معلقة في أجساد تستقبل أرواحا أيضا مبتهجة وفرحة بالعيد، بعيد الإخوة الأخبار. الحقيقة تلاقت الأرواح اليوم قبل أن تتلاقى الأجساد، ولذلك لابد أن يعمق في نفوس الطلبة والتلاميذ في المدارس. هذا الأمر ينبغي أن يعمق، ونحن في وزارة الأوقاف نسعى إلى تعميق هذا المفهوم عن طريق الأئمة الذين ننتخبهم بمحاضرات في المدارس أثناء الفسحة وأثناء الراحة في أثناء الموسم الدراسي، وطوابير الصباح عندما يذهب الشيخ ويذهب القمص إلى المدرسة ليلقي كلمة الصباح. كل هذا من شأنه أن يعمق عندما يجد التلميذ أو الدارس أو الدارسة القمص مع فضيلة الإمام أو الشيخ، يقف يدا بيد وكل واحد يقول موعظته أو كلمته في طابور الصباح أو في حصة الراحة في الفسحة، نجد هذا تعميق لمفهوم المواطنة وتعميق قبول الآخر. والمؤلفات التي ألفت في وزارة الأوقاف، كتاب حماية الكنائس واجب وطني وشرعي لا يقل شأنا عن حماية المساجد، وحتى معالي الوزير أفتى فتوى وقال حتى المسلم الذي يموت دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد، لأنه يؤدي واجب وطني ويستشهد من أجل واجب وطني. كل هذه رسائل من شأنها أن تعمق وتؤصل المواطنة وحب الوطن وإعلاء قيمة المواطنة على إعلاء كل الخلافات التي تحدث في الرأي أو غيره. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور جابر طايا وكيل أول وزارة الأوقاف. هروح تانية مرة تانية مشاهدينا لنيافة القمص سيرجيوس. سيرجيوس، يعني نتحدث عن دور المنشآت الدينية كمان في تعزيز هذا المفهوم، سواء طبعا منشآت دينية إسلامية أو مسيحية، وكيفية التركيز، خاصة عشرنا في الفترة الأخيرة وعشنا فترات يمكن مصر تعاني من هذا الموضوع دايما، أن هناك محاولات دائما للوقيعة ما بين الطرفين. حضرتك شايف أن دور المؤسسات الدينية في تعميق هذا المفهوم؟ اتفضل. أنا أقول دور المؤسسة الدينية، دور المدرسة، دور الثقافة، كل ما هو بيأثر على تنشئة الطفل أو تنشئة، المفروض الكل دول يتعاونوا مع بعض، تطلع ملحمة كده من المجموعة كلها كده وفعلا يتربى. السينما، التلفزيون، المدرسة، الجامعة، الكنيسة، لازم نحس كل أولادنا على هذا القبول الأخذ الكتولي والمحبة والتسامح، وهيطلع جيل حلو معتدل، هتبقى مصر حاجة تاني خالص. نعم صحيح. طيب بالنسبة يعني التطور التكنولوجي اللي احنا عايشينه في الفترة الأخيرة أثر على العلاقات عامة بين المصريين بغض النظر عن الديانة، حضرتك شايف أن هذا التقدم التكنولوجي كان لصالح تعميق هذا المفهوم ولا ضده؟ بصراحة يعني أنا عايز أقول الآفة حصلت، وللأسف هو تقدم جميل والعلم جميل والتقدم فيه كويس، بس الاستغلال بتاعه استغلال غير صح. يعني مش عايز أقول لك القصة دي، يمكن وصلت لمجموعة كبيرة من الشباب للإلحاد، وده كان حتى بيتكلم فيها الشيخ الأزهر النهاردة معانا وبابا، لأن التطور بقى والانفتاح والكلام ده كله والفيسبوك والبات والحاجات اللي تنزل كلها، وكل واحد بقى بحريته يقول اللي عايز يقوله. وطبعا ممكن الناس القيادات الفكر اللي مش كويس ممكن تأثر على شبابنا وأولادنا، ده في منتهى الخطورة. عايزين برضو نشوف، يعني لازم يكون في تقنين للكلام ده. تقنين يتم ازاي يعني من وجهة نظر حضرتك؟ يعني في بلاد دلوقتي بتعمل رقابة على الفيسبوك والحاجات دي كلها، بتعمل كده. احنا محتاجين كده، مش ما نسيبهاش مفتوحة، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة ابدا. طب هل مثلا انتم من خلال الكنيسة ما بيتمش توجيه بنوجه لما يكون في حاجات زي كده بنقوله بس دول كام بالنسبة لغالبية الناس يا ماما؟ نعم الشعب يعني ده بيجي كم واحد بيجي الكنيسة ولا كم واحد بيجي الجامع، لكن الباقي ده فيها عايز شغل كامل.
صحيح. طبعا بنتمنى ان احنا نقدر نحافظ او نستخدم الاستخدام الامثل لهذه التكنولوجيا، ما نضرش نفسنا اولا بيها. بشكرك شكرا جزيلا نيافه القاموس سيرجيوس سيرجيوس، وهو وكيل عام البطريركيه الارثوذكسيه. شكرا جزيلا لك، وكل عام وحضرتك بخير. وهنروح دلوقتي مشاهدينا نشوف اراء حضراتكم في الشارع حول موضوع حلقه النهارده، ونرجع مع حضراتكم سريعا نكمل النقاش. الفكرة في حد ذاتها انها وحدة وطنية، احنا كلنا واحد مع بعض، يعني هم اخواتنا واحنا اخواتهم، وكلنا بنتقابل مع بعض، وكلنا بننزل نعايد مع بعض، ومفيش اي حاجة، وكلنا حبايب وقرايب. بس احنا مسلمين ومسيحيين من يوم ما اتنشأنا ابا عن جد، عايشين بالجوار، جيران، احباب واهل، مشاكلنا واحدة، افراحنا واحدة، مفيش ادنى مشكلة خالص. موضوع المسلم والمسيحي ما بقاش فيه حاجه اسمها مسلم ومسيحي ولا الكلام ده، خلاص احنا اصل واحد ووطن واحد، وسواء مسلمين واقباط احنا عايشين في مكان واحد وبيت واحد وفي سكن، يعني ما بقاش فيه حاجه اسمها مسلم ومسيحي. واحنا اساسا يعني اقول لك ايه، من زمن الزمن واحنا عارفين ان الاقباط اخواننا واهلنا وكلنا اهل واحد. احنا اولا اخوه في الوطن، ما فيش فرق بيننا في اي حاجه، ويعني احنا من 1400 سنة وإحنا نسيج واحد، مفيش فرق بيننا. والدعاوي اللي جاية جديدة دي دعاوى عاوزة تفرق الوطن وعاوزة تشتت الوطن، وكلنا أصحاب هذه الأرض وأصحاب هذا الوطن، مسلمين وأقباط، واللي يقول كلام غير كده يبقى عاوز يدمر الوطن ده، وإحنا ليه بالمرصاد. نلغي عملية طوائف، نلغي عملية مسلم مسيحي، نقول مصري، فإحنا داخلين على عياد نقول مصر، نحن مصريون قلبا وقالبا مخبرا وجوهرا. احنا كلنا تربينا مع بعض، سواء احنا صغيرين سواء احنا كبار، كلنا نسيج واحد، ما فيش فرق بيننا وبين بعض. المهم الوطن يبقى في حالة سلام، يبقى يعني احنا في مرحلة دلوقتي تحتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف، مسلم ومسيحي. ليه؟ لان في هناك مخططات من الخارج بتحاول تقسيم الشرق الأوسط كله بما فيهم مصر، فاحنا لازم ننتبه للكلام ده جيدا. الحقيقة آراء كل المشاركين في هذا التقرير بتبين أو بتعكس، يعني أنا وصل لي هذا الإحساس، إن قد إيه المصريين مش بيكلموا من قلبهم لما بيكلموا عن حب للأقباط، أو الأقباط حتى يكلموا عن حبهم للمسلمين، فعلا بيكلموا بحب، مش لمجرد إن هي شعارات أو كلام بيتقال وبيتردد، لا هم بيكلموا فعلا بحب عن حبهم للآخر، وضرورة إن احنا نبقى نسيج واحد. ودعوة أحد المشاركين إن احنا ما يبقاش تفرقة، ما نقالش إن ده مسلم ومسيحي، لا كله مصري. قد إيه بنحس إن فعلا الشعب ده من جواه شعب مسالم، شعب بيحب الآخر وبيتقبل الآخر بشكل كبير جدا، بغض النظر طبعا عن الاستثناء الاستثناءات البسيطة اللي احنا بنشوفها او المتطرفة اللي احنا احيانا بنشوفها. خلونا برضو نكمل او نسمع اراء حضراتكم حول موضوع الترابط، وخاصة الاعياد وقد ايه بتعزز وبتعمق من مفهوم الترابط ما بين نسيج المجتمع. هنروح مرة تانية للزميلة ايمان الشيخ عشان نعرف بعض من اراء حضراتكم على صفحة البرنامج. اليك مرة اخرى ايمان. شكرا لك مرفت. مشاهدينا نستكمل استعراض بعض التعليقات التي وردت إلينا. أبدأ بمحمد العريشي صديق همزة وصلي، يقول: أولا كل عام وجميع أطياف الشعب المصري بخير بمناسبة عيد الربيع وأعياد الأخوة المسيحيين. على مدار التاريخ والشعب المصري نسيج واحد يحتفل معا في الأعياد الدينية والقومية وأيضا الاجتماعية، لم يختلفوا مع بعضهم البعض على مدار التاريخ. وعندما حاول الخارج تفكيك الدول العربية استخدموا الفتن الطائفية ونجحت في معظم الدول، ولكن وحدة الشعب المصري انتصرت على هذه الفتن في النهاية. أنتقل إلى تعليق آخر من رأفت محمد، يقول: الترابط والتلاحم بين نسيج الوطن يكون بالمشاركة بيننا جميعا، شركاء الوطن الواحد، كلنا مصريون لا فرق بيننا، الكل يشارك في الاحتفال بالأعياد كل سنة، وجميع المصريين بخير وسعادة. تعليق آخر من محمد
حبيش أيضا يقول: أعيادنا الإسلامية والمسيحية هي التي تجمعنا وتعبر عن وحدتنا وتخلد مصريتنا وتميزنا أيضا عن بقية العالم، فالعالم هو يرى أن العالم أجمع يحسدنا على وحدتنا التي كسرت كل من حاول أن يفرقنا سواء دينيا أو قوميا. مصر التاريخ منذ مينا موحدها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذها. ممدوح أبو عاصي أيضا تعليق آخر يقول: يظهر المصريين أو المصريون خلال احتفالهم بالأعياد مدى الترابط والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد، وأكبر دليل على ذلك الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري، وهو مثال ضربه المصريون أقباط ومسلمون أمام العالم، وكان أكبر رد على مثير الفتن وصانعي المؤامرات الذين يريدون تفكيك المجتمع المصري. كل عام وأقباط مصر بخير. مشاهدينا، كانت هذه مجموعة أخرى من بعض التعليقات المشاركة في موضوع الحلقة اليوم. مزيد من التفصيل والتحليل لموضوع الحلقة مع الزميلة ميرفت المليجي من جديد في استوديو تحليل همزة وتواصل. إليك ميرفت. شكرا لك إيمان، وشكرا طبعا لكل المشاركات، وأغلب المشاركات في هذا الجزء تحدثت بشكل كبير جدا عن العالم وكيف ينظر العالم لهذا الترابط المصري أو في هذا النسيج المصري، ودي فعلا ظاهرة ان كثيرين في الخارج بيبصوا لها ان هي صعب حدوثها في اي دولة، ولكن طبعا احنا دايما ما نبهر العالم. خلينا نروح نشوف مع ضيوف اللي هيكونوا معايا عبر الهاتف. هيكون معايا الاستاذ نادر شوقي وهو الكاتب الصحفي، والدكتورة رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي. واسمحوا لي ابدا بالدكتورة رحاب العوضي. دكتورة رحاب، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا، كل سنة والمصريين بخير واخواتنا وكلنا يا رب كل سنة ومصر كلها بخير. يعني نتحدث عن هذا التضامن والنسيج الواحد اللي بنشوفه خاصة في الأعياد، يعني كيف أثرت الأعياد في وجهة نظر حضرتك على هذا الترابط وتعزيز هذا المفهوم؟ يعني لما بنلاقي نفسنا دايما بننزل نحتفل مع إخواتنا المسيحيين والعكس برضو يتم، ده بيتم إزاي وينعكس على العلاقات الاجتماعية في مصر؟ والله انا شايفه ان هم اخواتنا هي اسره واحده، لان حتى فيهم هتلاقي مصريين متجوزين من بعض واصولهم واحده، ويعني مصر عباره عن مسلمين ومسيحيين. فكره الاعياد المشتركه والتهنئه المشتركه ده المصري، ده بطبيعته المصري، بطبيعته ما عندوش تمييز ديني، ما عندوش بيحب حد عشان ابيض ولا اسود، ديانته مسلم ولا مسيحي، لا احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى وضع فينا جينات كده معينه اللي هو تقبل الاخر. ده الاصل فينا، الاصل فينا ان احنا بنميل للمحبة، للإخاء، للسلام بيننا وبينهم. طبعا فرصة الأعياد معروفة أن هي دايما فرصة أن الناس تلتقي ويقعدوا مع بعض فترة أطول ويتكلموا ويقابلوا بعض. طبعا دي كلها أشياء بتعود يعني تبقى في حالة إيجابية ونفسية جيدة على المواطنين. طب بمراقبتك للمجتمع المصري، اكيد حضرتك طبعا بتبقي دارسه سلوكيات المجتمع المصري على مدار عصور مختلفه، المجتمع المصري في اتجاهه للترابط اكتر ولا العكس وليه؟ لا طبعا للترابط، المجتمع المصري دائما وابدا مترابط منذ بدايه الخليقه. احنا لو هنتكلم على موقف ولا اثنين، مرحله زمنيه معينه حاول تفرق بين المسيحيين ومسلمين وبين مسلمين على اساس ثاني، يعني احنا في مسلمين كمان اتفرقوا على اسس، انت مسلم ربي دينك ولا مش مسلم يبقى انت مش مسلم. لا طبعا، حتى الاسلام نفسه فرقونا بينه وبين بعض على الزي، مش على العبادات اللي بنعملها ربنا سبحانه وتعالى او الاخلاقات الاسلاميه او المسيحيه. فالفكره دي لما مرحله معينه تعدي، دي بتعدي على كل المجتمعات. ما هو ده انا يمكن ده سؤالي لحضرتك، يعني ما اثرتش علينا خالص مستحيل. لكن يعني فكرة يعني الانشغال في الحياة وفي أمور الحياة وأيضا التقدم التكنولوجي، دلوقتي الكل بقى بيكتفي بالمعايدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عكس زمان الاتصال المباشر أو يتم فيه لقاءات مباشرة دلوقتي. هل ده يعني وأثر بشكل ما على مفهوم الترابط ما بين الطرفين حتى في المناسبات وفي الأعياد؟ فكرة التواصل الاجتماعي هي احنا لا ننكر ان هي أبعدت أفراد الأسرة العادية والطبيعية بينهم وبين بعض، أبعدت لأن بقى في حاجات تانية بتشغل الأطفال المراهقين، الأم عن الأب والأب عن أولاده. دي فكرة أساسية سواء في أعياد أو بدون أعياد، ولكن إحنا بنقول للناس تفضل في الأعياد إنكم تقابلوا بعض، إنكم لا تكتفوا برسالة نصية موحدة، إنك تكتب حتى لو هتكتب رسالة تكتبها بمشاعر خاصة للصديق أو الزميل في الشغل أو لجارك أو لقريبك، لازم يبقى فيه مشاعر ونحاول نقدر، نحاول نخلي تغيير.
صحيح. نحاول فيه تغيير للمشاعر الإنسانية وإن إحنا نأكد عليها، ما نجريش في مجرى اللي هو التكنولوجيا الحديثة ونقول آه إحنا فعلا كده، لا إحنا عايزين نوقف الناس شوية. صحيح. أحسن حضرتك تبقي معي دكتورة رحاب، وأروح للأستاذ نادر شوقي الكاتب الصحفي. أستاذ نادر تحياتي لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير يا فندم. وتصحيح نادر الشوقي مش نادر الشوقي، عفوا يا فندم. استاذ نادر الشوقي، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. يعني نتحدث عن، عايزه اخد حضرتك في المكان بتاع حضرتك، الاعلام والاعلام بكل انواعه سواء المقروء او المسموع او المرئي، هل قدر في الفترة اللي فاتت ان هو يلعب دور في تعزيز مفهوم التضامن والوحدة الوطنية والنسيج الواحد المجتمعي، ولا انشغل اكتر في امور سياسية او اقتصادية تانية وترك هذه المهمة؟ انا اعتقد دور الاعلام كان مهم، لانه مسألة العلاقات والترابط ما بين المصريين كانت قضية مهمة الفترة الاخيرة في ظل محاولة اطراف كثيرة متطرفة انها تعمل انشقاق ما بين النسيج الوطني والحديث على ورقة الطائفية والفتاوي اللي كانت بتخرج ودعاوي التحريض. صحيح. وشفنا الاعلام ابرز يعني كثير من فتاوي دار الافتاء والازهر على تأكيد الاخاء والتهنئة ما بين المصريين، وده بدور كان شيء مهم ان الاعلام يقوم على غرزه ما بين كل المصريين، وده حتى لاحظناه من خلال حتى المتابعة الميدانية في، وبالتحديد بتكلم عن على الصعيد وفكرة حتى في أعياد الميلاد الماضية في ظل التهديدات اللي صدرت من تنظيم داعش. شفنا الكثير من المسلمين وهم بيحاربوا الكنائس وبيعملوا على حمايتها والتأكيد على فكرة الرد على هذه الدعاوي بفكرة الحب وفكرة التأكيد على المصريين أن هم جزء أساسي في الترابط والتلاحم. شفنا ده كمان حتى على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الاجتماعية، فكرة أيضا التأكيد على تهنئة الأقباط والرد على كل من يحاول أن يغير من الطبيعة المصرية اللي حاولت أطراف كثيرة من الجانب المتشدد أو الأطراف الإرهابية أنها تلعب على هذه الورقة اللي فشلوا فيها فشل ذريع. وشفنا قد ايه انه المصريين بيردوا على المعدن الارضي، شفنا حتى في حد الضعف كثير من المسلمين وهم بيحتفلوا مع الاقباط وهم شايلين يجيب لهم هدايا طبعا، وهم حتى كمان شايلين حتى الضعف والورود، وده اللي دايما بنتكلم عليه، وده دايما ان هو الطبيعه المصريه دايما حتى الاقباط كانوا بيحتفلوا في رمضان وبيشيلوا فوانيس رمضان لما كنا، وفي المولد النبوي بيجيبوا معانا برضو حلاوة المولد طبعا وبيتعاملوا صح في الحقيقة. طيب أنا النقطة اللي عايز أسأل حضرتك فيها أكتر، يعني إحنا حضرتك تحدثت عن إن ده رسالة للعالم، ولكن مش الصحافة، يعني إحنا بنشوف الصحافة الغربية لما بتحب تهاجم مصر أو تظهر حاجة معينة بتقدر، هل الصحافة المصرية برضو بتقدر تلقي الضوء وبتركز على هذه المظاهر اللي بترسل رسالة قوية جدا للخارج عن الوحدة الوطنية في مصر؟ هل استطاعت الصحافة إنها تعمل ده؟ بالتأكيد، يعني حتى في التغطية الإعلامية من الصحف اللي شفناها في تركيز على تغطية كاملة لقدسات العيد، مظاهر الاحتفال، عملية التأمين، الزيارات المتبادلة اللي قامت بها شخصيات عامة وشخصيات رسمية، وأيضا عدد من الشيوخ في كل حتى الأبرشيات حتى الآن في التهنئة. الحقيقه انه شايف التغطيه ممتازه جدا بالنسبه للمواقع وبالنسبه للقنوات زي ما حضراتكم بتقوموا بهذا الدور دلوقتي في ابراز فكره الترابط وفكره المشاركه. فاعتقد انه الاعلام بيرد برساله مهمه جدا، وواضح حتى من خلال الاعياد حتى في الجمعه العظيمه حتى في اللي بنشوفه حتى في اللي بيحصل في كنيسه القيامه، فالإعلام قايم بدور ممتاز وبركز بكل طاقته في إظهار هذا الترابط، بإظهار التواصل المباشر ما بين المصريين في الزيارات والكنائس. فأعتقد أنه ده دور قدر ينجح فيه الإعلام حتى الآن حقيقة، وأعتقد أن كل الناس عايشة
عايشة أجواء الاحتفالات من خلال التغطية الإعلامية بتتم الآن يعني. نعم بشكرك بالطبع، شكرا جزيلا الأستاذ نادر شكري الكاتب الصحفي. وأروح مرة تانية للدكتورة رحاب العوضي. دكتورة رحاب، يعني النشء دائما ما نعول على النشء في عملية لو إحنا عايزين نغرس أي قيم أو مبادئ أو مفهوم معين بيكون من النشء. هل بالفعل حضرتك تابعتي ان ده بيتم بالفعل في المدارس عشان يطلع جيل سوي قادر على تقبل الاخر، وبيتم ده بالفعل بشكل جد خاصه في المحافظات وفي الصعيد وفي النبوه وما الى ذلك؟ دكتوره رحاب حضرتك معايا؟ دكتوره رحاب حضرتك معايا؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالدكتوره رحاب، هنرجع لها مره تانية. طيب خلونا نروح برضو، مشاركات حضراتكم لسه مستمره معانا على مواقع التواصل الاجتماعي للبرنامج، وهنروح مره تانية للزميله ايمان الشيخ تستعرض لنا بعض من اراء حضراتكم اللي جات لنا على صفحه البرنامج. اليك ايمان. نعم ميرفت، مجموعه اخرى من التعليقات. محمد زكي يقول يثبت الشعب المصري بانه نسيج واحد ومن المستحيل تفرقتهم، فاليوم نحن نحتفل معهم وغدا هم يحتفلون معنا فكلنا يد واحدة. مصطفى أيضا تعليق آخر منه يقول بالمشاركة في الاحتفال ومشاركة الشخصيات الدينية في التهنئة. أيضا أحمد فتوح يقول بالحب ونبذ الخلافات نستطيع فعل كل شيء. يعني إذا مشاهدينا نرى أن كل التعليقات تقول أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن في كل الاحتفالات بيظهرون مدى الترابط والتلاحم بين نسيج الشعب المصري، وأن لن يستطيع أحد أو تستطيع أي دولة أو مؤسسة أو منظمة تفرقة الشعب المصري، فهو شعب متلاحم عفوا ومتماسك في كل المواقف وفي كل الأزمات. أنتقل إلى مجموعة أخرى من التعليقات، أحدث التعليقات التي وردت إلينا. جون تقول دلوقتي ما بقاش في فرق بين مسيحي ومسلم، إحنا كلنا هنفضل نسيج واحد، وأنا بالرغم أني مسيحي بس بستنى عادي رمضان كل سنة عشان أشارك أصحابي في إفطارهم ونشرب اللبن والتمر سوا لحظة مدفع الإفطار، وبالرغم أن أنا اتجوزت ومعايا بنوتة لكن كلنا نشترك في هذه الشعائر الدينية. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الزميلة ميرفت المليجي في استوديو تحليل همزة وصل، والختام معك ميرفت. شكرا لك إيمان وشكرا لكل المشاركات، وبهني جون وكمان بشكره على وعيه بأهمية أن احنا نكون متواصلين وقبول الآخر، وزي ما ذكرت لحضراتكم في بداية الحلقة أن احنا كمان احنا بنشارككم وهم كمان بيشاركونا، وقد إيه كمان بنشوف يعني النماذج شفناها حياتية كثيرة جدا، هم في رمضان بيحاولوا يكونوا يعني مشاركين معانا اللحظة وبيعيشوا معانا هذه اللحظة، وأحيانا في بعض بيصوم معانا كنوع من المؤازرة للمسلمين في أعيادهم أو في مناسباتهم الدينية، ودي طبعا الروح اللي دايما بننتظرها وبنعيشها في مصر في أي أعياد ومناسبات. قبل ما أختم مع حضراتكم أذكركم بسؤال حلقة الغد من همزة وصل، وهو ما هي الروشتة الصحية للمصريين أثناء احتفالاتهم بشم النسيم؟ السؤال مرة تانية لحضراتكم، ما هي الروشتة الصحية للمصريين أثناء احتفالاتهم بشم النسيم؟ كل عام وكل المصريين بألف خير، كل عام والإخوة الأقباط بألف خير بمناسبة عيد القيامة المجيد. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة، وإلى اللقاء.